ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع، كل إعادة فيها إفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على الزيادة ديال البوطة، ماشي في الوزن. غيزي عام غيزيدوا 10 درهم، 2024 10 درهم، 2025 10 درهم، 2026 10 درهم، يعني من 40 درهم البوطة غتولي 70 درهم. غنسولوا المواطنين واش هاد الزيادة معقولة ولا غير معقولة. لا الله محمد رسول الله، المسكين فين غادي يمشي دابا؟ هادشي هذا فين غادي يبات؟ شي كنشوف القضية موعتة الوقت موعتة ويبداو يزيدوا لا إله إلا محمد رسول الله عليه. دابا بلاد ما راهي تفرقع عندك البوطة تفرقع هو ويا على هذا الحساب هذا. كاين غادي يبات الزيادة هذا لا إله إلا محمد رسول الله. كتشوف الشعب مقهور وتزيدوا على البوطة راه مصيبة فهمتي؟ ولا بلاد ما تفرقع فهمتي؟ بحال عندك البوطة تفرقع هو ويا. لا إله إلا محمد رسول الله، هادشي كنشوف فهمتي حنايا راه مصيبة وصافي. مسكين دابا شنو كل عام 10 درهم 10 درهم شنو هنا. والبوطة مهمة زعما هي اللي خص يا وسط كل زيت كل داكشي فهمتي. هادشي لا إله إلا محمد رسول الله فهمتي. راه في خباري ولكن أنا ما سمعتها الصراحة، بقى في الحال ما نكذبش عليك بزاف، حيت غيزيدوا هما أصلا زايدين علينا في البوطة وغيزيدوا مازال يزيدوا وبزاف غادي تولي غيبداو يزيدوا في البوطة. راه الشعب كامل غادي ما غيبغي الشعب كامل كاعي على هاد المسألة، حيت حنا ما باغينش هاد الزيادة الصراحة فهمتي. الزيادة ديال هاد البوطة الصراحة من ناحية الدرويج مسكين راه هو اللي كياكل العصا، وكيما الضو كيجينا غالي حنا غنديرو الشمع، ومن ناحية البوطة غنحيدو اخويا حنا غنديرو الفاخر كيبان لي انا في هاد البلاد هادي. من ناحية الدرويش اخويا راه هو اللي كيتكرفص هو اللي كيموت، والغلا اخويا الاسعار غادو كترتفع. انا كتبان لي البلاد ديالنا ولا شبحال اوروبا ولا فيها المعيشة غالية، ماشي بحال اوروبا فيها المعيشة غالية ولكن فيها الصالير طالع، كتخدم بثمن مزيان مناسب. ولكن هاد البلاد اخويا كتخدم لا خدمتي بحالي انا 70 درهم 80 درهم في النهار، وكي قلتي تشوف البوطة غادا في الارتفاع وكيبان يا خويا نديرو الفاخر. ما كنشريش البوطة، كيشريها الوالد ديالي الله يخليه ليا. ولكن بالنسبة للناس دراوش واللي ما عندهمش راه كارثة، انه شي حوايج مهمين بحال البوطة اللي كنستعملوهم يوميا كيتزادوا بهاد الأثمان الهائلة هادي. واحد كيخلص الماء والكرا والضو بزاف الحوايج، والبوطة الأساسية ما غيلقاش باش يخلصها، ودي صالير كناخدهم قلال. ماشي معقول هادشي الصراحة، الله ياخذ الحق.